السلام عليكم. المحاضرة بس التوضيح بسيط، المحاضرة الأولى اللي أرسلناها هي كان بها فيديو يوتيوب عن الاس بي اس اس، ونظام يعني تقسيم الداتا وبرنامج إحصائي يستخدموه عادة يعني تبويب الداتا العالية والبيانات العالية، يستخدمون الاس بي اس اس، وكو برنامج ثاني اللي هو ديزاين اكسبيرمنت، واكو كثير برامج إحصائية. فاحنا إن شاء الله نحاول بنهاية الفصل الدراسي قبل نهاية آخر محاضرة أو محاضرتين نتكلم عن هذه البرامج ونحاول نطبقها، لكن بالبداية احنا نعرف أو نتعمق أو مو نتعمق وإنما ناخذ فكرة عن الإحصاء وشنو يعني الإحصاء statistics. وإحنا راح نبدأ حاليا بالإحصاء الوصفي descriptive، هذا الشابتر 2 descriptive statistics، واللي يكون انواع ومثلا ديسكريبتيف داتا اللي هي البيانات الوصفيه، تكون برزنتيشن اوف كواليتاتيف داتا اللي هي البيانات الوصفيه، وهي بيانات غير رقميه او بيانات رقم بيانات مرتبه في شكل ومستويات او في فئات اشكال فئات. وال كوانتيتاتيف اللي هي البيانات الكميه، وهي بيانات يعبر عنها بارقام عدديه. هاي الثانية 2.3 Central Tendency Measurement اللي هو القياس الاتجاه المركزي، تستخدم للتعريف عن القيمة المركزية لتمثيل البيانات. و Dispersion Measurement اللي هي يعني قياس انحراف البيانات عن القيمة الوسطى، يعني انت عندك قيمة بالمنتصف وش قد هذه، يعني عادة مثلا شت داتا واحدة او اثنين يعني حسب العينة. واكو ايضا قياس اللي هي المين والفيريانس اوف ستاندرد والرينج والكوارتر ستاندرد ديفيشن، اللي مجموعة اللي جروب اوف داتا الكوفيشنت اوف فيريشن وتغير، هذه راح ندرسهم بالتفصيل ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. مثلا نتكلم عن القيمه الاكثر استخداما والتباين والقيمه المتباعده والقيمه الاكثر تطرفا، كل هذه ان شاء الله نفصلها بالتفصيل ممل ان شاء الله، ويعني تفهموها ان شاء الله. الاخير هو measurement of skewness and kurtosis، هذا هو مقياس نسبة يعني للمقارنة بين الالتواء، يعني أنت بتكون مثلا عندك داتا وراح ترسمها على شكل منحني، وراح نبين لكم بالمحاضرة هذه بنهايتها والمحاضرة القادمة إن شاء الله. هذا المنحني مثلا أنت انحصرت عندك الداتا مثلا خلينا نقول على محور الإكس أكسس بين ماينس 3 و 3 موجب، يعني فأنت هذه القيمة اللي انحصرت هنا أنت شو راح تدرسها، والكيرف نهايته والتقوس مالته هو هل هو شارب او ما، يعني ان شاء الله نتكلم عنها بالمحاضرات القادمه تفهموها اكثر. انترودكشن يعني احنا عندنا البيانات اللي يقصد بالرو داتا، الرو داتا يعني داتا ريكوردد ان ذا سيكونس ان ويتش ذي وير اوريجينالي لوكيتد بيفور being proceed or rank، يعني هي عملية يعني يقصد بها عملية البيانات انت شلون جمعتها، البيانات عملية جمع البيانات والمعلومات عن مجموعة معينة، قد يكون مجموعة طلاب، مجموعة نباتات، يعني هذه التقسيمات، وعادة تقسم إلى عينات عشوائية وغير عشوائية. وهنا دورنا احنا راح نفهم شنو العينه العشوائيه المحاضرات السابقه ان شاء الله، المحاضرات القادمه، وشنو العينات الغير عشوائيه. الري داتا التكرار بالداتا كيف راح يكون، ايضا هذا ان شاء الله لدينا في المحاضره القادمه. رو داتا الري داتا اللي هي رو داتا ذات ار ارينج ان اسيندينج أو descending، يعني ما ترتب تصاعديا أو تنازليا order. quantitative data يعني هسه احنا عندنا مجموعة هذا، يعني هسه احنا راح نمثل نشوف هسه الوصفي البيانات الوصفية والبيانات الكمية quantitative و qualitative.
فإحنا هسه مثلا هذا بعدد طلاب 50 طالب موجودين age of بالأعمار مال 50 طالب، فأكو قسم 21 و19، وهذه هسه مثل ما تشوفون الصفوف 10، لا الأعمدة 10 والصفوف 5، فالعدد 50. هذه الأعمار مقسمة أتوقع من 19 إلى 28 أو إلى 37 تقريبا، من 19 إلى 37 هذه مقسمة، وأكو مقسمة بالثاني، هذه مقسمة وصفيا، قد تكون مقسمة حسب تصنيفات معينة متفق عليها. عادة يعني الكواليتيتيف داتا كيف راح يكون؟ الكواليتيتيف هي المتغيرات التي لا يمكن قياسها بوسائل قياس مألوفة كالعدد أو التقيس، وإنما تشكل صفات لذلك المتغير مثل لون العين كمتغير، مثلا تقسمها أسود أخضر أزرق وغير ذلك يعني. أما السابق اللي هو quantitative فهو قياس مثل عدد طلبة معينة أو سعر معين أو سلعة معينة، يكون على شكل أرقام. الأورجنايزيشن هذه هسه راح نتكلم عنها إن شاء الله بهذه المحاضرة، اللي هو الفريكونسي ديستريبيوشن والريلاتيف فريكونسي وبرسنتج ديستريبيوشن، بار تشارت باي تشارت لاين شارب. هنا أنا راح نتكلم عن فريكونسي ديستريبيوشن for qualitative data listed all categories and the number of elements that belong to each of the categories. الفريكونسي هو تلخيص وترتيب البيانات المتغيرة العشوائي، ترتيب العشوائي التي سبق أن جمعت وصنفت في جداول خاصة تسمى بجداول التوزيع التكراري frequency distribution tables، مقسمة إلى عدد من المجاميع وتسمى الكلاسز، والتكرار يسمى frequencies. وهذه الفئات قد تكون مرتبة تصاعديا أو تنازليا حسب البيانات. مثلا هذا المثال الـ type of employment student intend to engage in، يعني هسه أنت هذه العينات أنت إن شاء الله تصلون المرحلة الرابعة، راح تتقسمون كالتالي: قسم من عندكم يروحون برايفت مختبرات أو شركات أهلية، قسم يروح فيدرال جوفرمنت، وقسم يروح لوكال جوفرمنت، وقسم يروح يصير بزنس مان. فيعني الخمسين أو المية طالب دولي شو راح يتقسمون؟ فهسه هو مثلا 100 طالب تقسموا، 400 راح يروحون برايفت كمبانيز، 16 فريكونسي فيدرال جوفرمنت، وال 23 لوكال جوفرمنت يعني ستيت محافظات، والاون بزنس ال 17%. فتقسموا دول ال 100 طالب على هذه، فهذا كان ترتيب مال يعني عدد الطلاب، يعني راح تقسم صارت عندنا 4 فئات اللي هي برايفت والفيدرال واللوكال او الستيت والاون بزنس، 4 فئات. كل فئه راحوا لها مجموعه من الطلاب، فاحنا هذول المجموعه نتعامل وياهم هو على نمبر، هذا النمبر اوف ستودنت كل مكان هو هذا الفريكونسي ديستريبيوشن، توزيع التكرار. ريليتيف فريكونسي ديستريبيوشن ليستد، وهذه البروبرتيز والاحسن نشرحها ان شاء الله، ليستد ان اول كاتيجوريز وذ ذير ريليتيف فريكونسي. يعني هو توزيع تكراري يبين الأهمية النسبية لكل فئة، وعبارة عن نسبة ما يشكل من تكرار لكل فئة إلى مجموعة تكرارات. وعادة التكرار النسبي يعني ما يكون لأي جدول يساوي 1، والتكرار المئوي يساوي 100، هسه نشوفها، والتكرار الدرجي يساوي 360 إذا أنت تقيس على الدرجات. فراح نلاحظ هذا القانون كيف تحسب الـ relative frequency of
كاتيجوري الفريكونسي اوف ذات كاتيجوري، يعني مثلا هذه الفيدرال او الستيت على مجموعهم، فيطلع لنا ريليتيف فريكونسي اوف كاتيجوري. بعدها البرسنتج نفس هذا الناتج اللي طلع ينضرب في 100. فهسه مثلا عندنا هذا مثال تقسمهم ستريس اون جوب بيري سموات نان، ماكو ستريس يعني ضغط وجهادات. الريليتيف فريكونسي اذا هم عددهم 30 موظف، فاكو 10 و14 و6، المجموع ايش قد؟ 30. ف10 تقسيم 30 طلع عندنا هذا الريليتيف فريكونسي، بعدها ضربنا في 100 طلعت لنا البرسنتج. هسه احنا مثل ما قلنا بعدين كل جدول هذا البرسنتج يساوي 100 والفريكونسي قلنا يساوي 1. هذا هو شلون تحسب الريليتيف فريكونسي اوف كاتيجوري. اكزامبل ثاني او هذا الثالث، الفريكونسي هم على نفس الموضوع الفريكونسي ديستريبيوشن. يقول لك سامبل اوف يو يو ام ستاف اون فيهيكل، هذا ماخذ جامعه اللي هي يونيفرسيتي اوتارا ماليشيا، يعني هذا مال اختصار يو يو ام، الموظفين اللي بيها سياراتهم. وهنا اخذ ماخذ كل السيارات، ماخذ يعني تويوتا وهونداي وغيرها وغيرها، اخذ بس بروتون بروديوس اللي منتجتها شركه بروتون. فبروتون احنا عندنا هي الويره اللي موجوده هذه طهر الضباط، هذه البيضه تكون موديل 94 يمكن اللي موجوده او 96 هي اللي هي دبليو. فهنا نقسم شركه بروتون اللي هي صناعه ماليزيه، فالدبليو مثلا الويره هاي اي اس ويره، والواجه والساتيريا وبردان بردانا والسيفي، فقسمهم واخذ هذه العينه العشوائيه افتر على الباركينج او على الجراج وقسم هذه التقسيمه مالتهم، وحتى هذه الداتا وصلت بهذا الشكل. فاحنا شلون نصنفها؟ نصنفها قسمها على شكل جداول الانواع مال السيارات، هذه الويره ومثل ما قلنا البردانه الواجه الساتريه، قسمهم الفريكونسي راح على الجدول حسب كم ويره موجود 19، كم اس ويره، كم بردانه، كم ما اعرف ايش، طلع العدد 50. بعدها ايش نحسب؟ ريليتيف فريكونسي اللي هو 19 على 50، وكذلك تحسب البقية. بعدها هذا الرقم ينظر في 100 يطلع البرسنتج، فالمفروض بالنهاية يطلع لنا الريليتيف يطلع 1 البرسنتج يطلع عفوا vertical bar various category horizontal انت تريد تخلي او اكس، كلها انت تتحكم بها وطريقة العرض اللي انت تشوفها مناسبة. مثلا هنا انت الداتا الفريكونسي مرات يصير على محور، تريد محور الاكس اكسس ولا محور الواي اكسس، فانت حسب انت شنو اللي كيف عليت. وهذا مثلا طريقة العرض الهوريزونتال، وهذا ايضا الفيرتيكال، هذا another example. هنا أنا مجموعة بارات component bar chart all category are in one bar of each bar أو each bar، تقدر أيضا البارات نفسها كل بار تخليه مقسم إلى أنواع. هنا الاكزامبل الخامس يقول لك suppose we want to illustrate the information below representing the number of people participating in the activities. Activities outdoor يعني انت هسه تطلع، وهنا حاكي على باركينج وبشهر جون، فانت تطلع مثلا تطلع هسه يعني هو مثال انه انت تطالع الفت باركينج معين. احنا عادة هنا بالانبار ما عندنا باركينج، بس اكيد شفتوها باربيل باركينج، فاكو بيه مدينة العاب واكو ناس تقمز وناس تخيم وناس ما اعرف ايش وناس تهرول وناس تلعب، فانت هنا تريد تقسم.
السمعة. فهو هنا أنا أخذ 2004 و2005 و2006 أخذ الناس اللي تتسلق، أتخيل أنت باركينج أكو جبل مظاهرة، فأكو ناس تتسلق اللي عددهم ب 2004 21، وأكو ناس تخيم وأكو ناس تمشي وأكو ناس تزحلق وهذه الأمور. بالتوتال يعني هذا إحنا تلاحظ إنه أكو مثلا زيادة طبيعية لعدد السكان في هذا الباركينج، أكو بيه زيادة كل سنة يزداد عدد. بس على العموم هو هذا الكاتيجوري مال هسه احنا شفنا التسلق في بيت بالكيبينج والووكينج والهذي كلها عددهم، فراح نجي نشوف شلون نمثلهم بالرسم. فشلون هسه هذه 2004 يعني الاعلى شيء سيلينج يعني هم العفو اللي يبيعون بايعين، والووكينج والكيبينج والكلايمبينج هذه، فهو الاكثر هو الووكينج واضحه بالشكل. بس هو احنا هسه بدنا ندرس انه هذا البار وكيفيه تقسيمه، هذا ايضا ممكن خلال تقدرون خلال الاكسل او البرامج الثانيه طريقه عرضه. ملتيبل بار شارت يعني اكثر من يعني بيانات تخصهم فين او اكثر، مثلا عدد الكتب اللي موجوده تريد تصنف مكتب، الكتب اللي موجوده من عندها شلون تقسمها كتب تاريخيه وهذه وكتب علميه وكتب ادبيه والادبيه وتدخل بتفاصيلها وتقسيماتها. هذه ايضا تقدر، هو نفس المثال ايضا مال الكلامين بس ما عرض انه البار يتقسم، لا خلاه يعني كل سنة، وهذه عدد اللي نشوف نحن الكلامبينج والكيبينج والووكينج والسيلينج كلها مقسمة كل واحد على حدة، كل واحد لون. هسه بالأزرق اللي هو الكلامبينج اللي على حد الكيبينج بدنا نحكي عن 2004، فهذه أيضا طريقة ثانية مالتيبل بار. هنا الهوريزونتال بار هذا على الطلاب اللي موجودين باليو ام، يعني مؤكلهم وما اعرف ايش شيء، فانت تشوف شلون تصنفت مثلا الكاندي والشيبس والشوكليت بار والكوكيز هاي الكعك الهيجي والفروت والايس كريم، يعني تقسيماتهم شلون عددهم، والجيرز والبوي لهم لون معين. بس هنا يعني تقريبا بصعوبة توضح نوضح الألوان يعني تميز أو لا واضحة تقريبا، هو الأول هو للجيرز والثاني هو للبوي. إذا أنت تريد تقسمه على باي تشارت، a circle divided into persons that represent the relative frequency of percentage of population or sample belong to different categories. يعني عبارة عن شكل هندسي عادة يكون مستطيل دائري للبيانات، يتم تمثيل البيانات بالقطع. يعني مثلا أنت تمثل دائرة كل جزء، هسه راح نشوفها بالمثال يمثل كاتيجوري معينة فئة معينة. هذا راح نشوفه في هذا المثال، يعني احنا تكلمنا على نفسه هو المثال اللي هو الستريس اون جوب سابقا تكلمنا عنه. فيعني انت هذه الفريكونسي والانجل هنا راح يظهر لنا الانجل انت هو ريلاتيف، مو كان تضربه بمية تضربه في 360 لدرجة الدائرة راح تطلع لك، حتى من خلالها تقدر ترسمه. هذا أيضا بالأكسل بسهولة يصير هذا الشكل. هذا عادة للسامبلز تكون عددها قليل يستخدمون. فمثلا هسه هذه لنقل انه اخذوا محطة او شانل، يعني خلينا نقول NBC اكشن او ما لا مو اكشن عادة هي كل افلام او اي قناة افلام،
راح تشوف انه مجموع الافلام مثلا الكوميديه والاكشن والرومانسي والدراما مقسمه، يعني انت تقسمهم الى فئات، تشوف انت خلال مثلا شهر شنو الافلام الكوميدي كم عددها والاكشن كم عددها والرومانس والدراما وغيرها، فمن خلالها انت راح تعرف الريلاتيف فريكوانسي، يعني العدد مجموع الافلام اللي انعرضت خلينا نقول خلال شهر 200 فيلم، فتضربهم يطلع لك تقسمهم العفو، بعدها تضربهم هذا الريلاتيف فريكوانسي في 360 ويطلع لك الانجل سايز وترسمه بهاي الطريقة. فنشوف احنا الكوميدي اعلى على حد الاكشن، على حد الرومانس، على حد الدراما وغير ذلك. اللاين ترسم انت وتبين انه الجراف ريبريزنت ذا داتا، ذات اكور اوفر سبيسيفيك بيريود تايم اوف تايم، يعني عبارة عن شكل بياني يوضح التوزيعات، عبارة عن شكل بياني يوضح التغييرات الحاصلة في ظاهرة معينة عبر فترة محددة من الزمن، وهو شكل نافع في إجراء مقارنة بين ظاهرتين أو أكثر مقاسة بنفس وحدات القياس. على سبيل المثال مقارنة التغييرات الحاصلة حاليا، إحنا عندنا المشكلة العويصة إنه النفط، نشوف مثلا عادة هسه تقدر نشوفها بالأخبار إنه الزيادة كيف تكون، كيف قل وكيف زاد، وهذه الرسومات البيانية على شكل يعني لاين. An example is this line ascending، يعني الزيادة أو descending حسب، هو من خلال هذا اللاين اللي موجود بالداتا يعني والمتغيرات مالتها، راح تلاحظها من خلال انت تقسمها، تشوف انت حسب يعني فئات تقسمها وحسب بيريود يعني زمن معين الى اخره. وهذه انواع وشلون ترسم على الهوريزونتال او فيرتيكال، يعني طريقة رسمها، او يعني شنو اللي راح تخلي مثلا الواي اكسس او او الاكس اكسس ميجرمنت. هنا انا هذا المثال يتكلم عن الاثوريتي ترانزيت رايدر شيب هاز تشينج اوفر ييرز، يعني انت عندك هذه السنوات والرايدر شيب مالتهم بالامياء بالمليونز، تقسم هذه المجموعة وتشوف الجراف شو ديكلاين ان رايدر شيب ثرو من الف، يعني شوف من اكو ديكلاين واضح قوي بال 91 لل 92، كان بطيء من 90 لل 91، بعدها تقدر ايضا من خلالها تلاحظ انه الزيادة كانت طفيفة بـ 93 ورجع أقل بـ 94، فهو هذا اللي هو اللاين شلون يرسم. هذا البرسنتج 25 و 31 و25 اللي هو كاش وتشيك وكريدت كارد، هذه الكاش 25 و31 الكريدت كارد، هذه من خلال اللي رسم خلال البرسنتج، وتقدر ترسمها ايضا الانجل سايز ايضا تقدر ترسم. والمثال الثاني ذا اكسرسايز 2 ذا فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل ريبريزنتينج ذا سيل اوف سيرتين برودكت ان اي ام زد كومباني، ايتش اوف ذا برودكت واز جيفن ذا فريكوانسي اوف ذا سيلز ان سيرتين بيريود، يريد علاقة find the relative frequency and the percentage of each pair product then construct a pie chart using the information. The information هذه ان احنا عندنا انواع معينة من البرودكت المنتجات، يعني خلينا نقول شنو منتج سوبر ماركت، خلينا نقول مثلا A
تمثل خلينا نقول مثلا سكر، نبيل رايز، او يعني هاي الامور، رز او تمن، او يعني تقسمها. وهذه التكرار اللي موجود، يعني مثلا هذا المتجر ايش قد فيه مثلا من السكر، ايش قد فيه من الرز، فتقسمها على هذه المنتجات. وايضا نفس الحاله هذه تطلع لك البيرسنتج، نفس القوانين.